نبدأ مع الشأن المحلي، حيث تجاوزت كمية الأسهم والأدوات المالية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 20,800,000 سهم ووحدة، تجاوز إجمالي قيمتها 4,471,000 دينار. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع في بورصة البحرين أسهم 21 شركة. ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث تجاوزت قيمة أسهمه المتداولة 2,467,000 دينار. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة. أما على مستوى الشركات فقد جاء في المركز الأول من حيث القيمة البنك الأهلي المتحد بقيمة تجاوزت 1,142,000 دينار. أما في المركز الثاني فجاءت شركة ألمنيوم البحرين ألبا في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع. افتتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 27 مناقصة لـ11 جهة حكومية، كان نصيب هيئة الكهرباء والماء 12 مناقصة. ومن أبرز المناقصات المفتوحة هذا الأسبوع مناقصة تطوير المرحلة الثانية من حديقة المحرق الكبرى التي طرحتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتقدمت للمناقصة 4 شركات بلغ سعر أقل العطاءات 2.4 مليون دينار. كما طرحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أيضا مناقصة أخرى لربط شبكة الصرف الصحي لمدينة سلمان، وقد تقدمت للمناقصة 7 شركات بلغ أقل عطاء مقدم بنحو 885,000 دينار. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. رحب صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مبادرات المالية العامة متوسطة الأجل وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية وزيادة شفافية المالية العامة. جاء ذلك في تقرير الصندوق السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة حول التطورات السياسية أو السياسات المالية والاقتصادية. وتوقع صندوق أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. وتوقع خبراء صندوق أن يستمر تراجع العجز إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وإلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. ارتفعت عائدات البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك من صادرات النفط العام الماضي بنسبة 28.6% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 567 مليار دولار. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع معدل سعر خام برنت من 43 دولارا للبرميل عام 2016 إلى 54 دولارا عام 2017. وفي الفترة نفسها ارتفع متوسط سعر خام غرب تكساس من نحو 43 دولارا إلى 50 دولارا للبرميل الواحد. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل.
على خطى شركة أبل، القيمة السوقية لأمازون تقترب من عتبة التريليون دولار. فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 16.25 مليون دولار على وكالة موديز للتصنيف الائتماني، معتبرة أنها لم تضبط بشكل كاف تقييم منتجات المالية ولم تحدد بشكل واضح بعض درجات تصنيفها. وذكرت السلطات أن موديز لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة النماذج المستخدمة لتصنيف بعض المنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية بين عامي 2010 و2013. وترى هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن هذا الأمر منع الوكالة من ارتباط عديد من الأخطاء من ارتكاب عديد من الأخطاء. وكانت موديز قد أعادت النظر بعد ذلك في أكثر من 650 من هذه المنتجات التي تبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار دولار. بلغت أصول المصارف الصينية بنهاية يوليو الماضي نحو 253 تريليون يوان بزيادة بلغت 7.5% على أساس سنوي. وأشارت البيانات الصادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أشارت إلى ارتفاع التزامات المقرضين بنهاية الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 7.1% لتبلغ 234 تريليون يوان. هذا وبلغ إجمالي قيمة أصول أكبر خمسة مصارف داخل الصين، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك الصين للتعمير وبنك الاتصالات مجمعة 90.4 تريليون يوان. طلب الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري من صندوق النقد الدولي تسريع الإفراج عن شريحة أموال جديدة من قرض مشروط بقيمة 50 مليار دولار، وذلك مع هبوط البيزو إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار الأمريكي. وواصل البنك المركزي الأرجنتيني البيع من احتياطياته لليوم الثاني على التوالي في محاولة لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية، حيث تراجعت قيمة البيزو بأكثر من 7% إلى نحو 34 بيزو للدولار الواحد، لتتجاوز خسائرها 45% منذ بداية العام الحالي، وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من المركزي الأرجنتيني ببيع احتياطيات بقيمة 50 مليون دولار هذا الأسبوع. نتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قد يجعل الصعود الهائل لشركة أمازون الأمريكية في السنوات القليلة الماضية قريبا ثانية أكبر شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية تريليون دولار بعد شركة أبل التي تجاوزت هذه القيمة في 2 أغسطس الجاري. وتتجه أمازون إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في 4 أشهر، حيث يفصلها فقط 26 مليار دولار عن عتبة التريليون. وارتفع سعر سهمها ب 550% منذ نهاية عام 2014، لترتفع قيمتها السوقية خلال هذه الفترة بنحو 800 مليار دولار. أما خلال العام الحالي فقد قفز سعر السهم ب 71% ليكون في المرتبة الخامسة ضمن الأسهم الأفضل أداء في مؤشر ستاندرد أند بورس.